شوفوا 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 اللي فيا مهناني. واحد البرد واحد البرد، ما نقولكمش الجميد والديجا مدير داكو باغي نجمع الثلج. خوتي كنتمنى تكونوا بخير، احوالكم طيبه ان شاء الله. المهم تتمه ديال البلوك السابق، هنايا كنا دايزين من الطريق، كنا نقربوا شويه ونصوروا هادو دوك المروحيات الهوائيه لتوليد الكهرباء. واحد المنظر غنقولكم عجيب سبحان الله العظيم، من البعد تيبانوا صغار، فاش قربنا لهم زوينين الصراحه وصورنا. هنا راه كنت دايره لكم الفيديو وكنت كنهضر، ولاني مع الريح راه ما غادي تسمعوا حتى شي حاجه، لهذا اضطريت نعاود نهضر لكم هكا في وسط الفيديو. حبايبي يلا وصلنا دابا للعروبيه، غادي نكسب شي يامات. بغيت نوريكم اول حاجه واحد الشجره ديال الحامض ديالي، خليت الحامض كان مازال خضر، شوفوا كي ولا. هاي هنايا ها هي الشجره نتاعي ديال الحامض، دايره في هذا الحبق هذا، وهذه ديال المندرين. المندرين هاد العام ما عطاتني والو، ما عرفتش علاش، حبه ما كاينه ما كدور. والحامض تبارك الله، واخا هي ثلاثه الحبات، المهم تبارك الله، اللهم العماش ولا بلاش كما تيقولوا. شوف وصافي واجد، خصنا نحيدو صراحه، ما سخيتش نحيدهم، المنظر ديالهم زوين. هنا راجلي مسكين يلا دخلنا، بدا كيلصق داك الفرن ديال الحطب باش كنسخنو. المهم انا عندي كنت دايرهم في الصيف، حيت في الصيف ما كنستعملوهمش كما كتعرفوا، كتكون الحراره والجو سخون، كنت دايرهم برا. وليني دابا في هذه المنطقه بالخصوص غنقول لكم كثار من افران البنات، البرد المود ديال البرد. المهم هنايا هذا بيت النعاس نتاعي، كنلصقو في داك الفرن الصغير، وبيت النعاس ديال بنتي، وخلاص الكوزينه، ومنها كوزينه من الصالون، راكم شفتوا الفيديو السابق. وفي الصالون والكوزينه فين تنجلسوا، يلا شرينا هذا الفرن، هذا زوين فيه فران، منها نطيبو في الفران منها نسخنو. صباح الخير وصباح الحداقه. المهم هنايا الصباح، راني نط راجلي لقيتو شاعل ديك الصوبه، المهم الدار كامله سخونه. وفي الحقيقه باش كنشوفت ديك الصوبه هكا شاعله ونيتو منها الفران تيكون اصلا شاعل، والله الا لا كتنوض فيكم الحداقه. انا ما فيش العكزه البنات الصراحه، ما كنعكش نهائيا، لا بغيت شي حاجه ولا شي حاجه كنوض كنوجدها، وليني زادت لي حداقه على حداقه. المهم هنايا الصباح غادي نعجن واحد الخبيزه، غادي نفطروا بها ان شاء الله. العجينه كتكون البنات دايره كيسفنج، والوصفه واعره، واحد الخبزه كتجي ما تشبعوش منها. ماشي ضروري يكون عندكم زعما الفران ديال العواد، لا انت ديال الضو تقدروا ديروا هذه الوصفه هذه. المهم العجينه المعتاده اللي ممكن تنديروا ديال السفنج، درت هنايا الطحين والمليحه وشويه ديال الخميره، والعجينه كما كتشوفوا ما خصهاش تكون قاصحه، خصها تكون شويه خفيفه. هنا راه جمعتها ما تحتاج لهاد الليك لا والو، وغادي نخليها تخمر شويه. وانا راجلي مسكين راه موجدنا العواد، راه كيخوى داك الصل كيمشي كيعمرني تي حدا الباب حاطين العواد. هانتوما البنات هذيك العجينه خمرات، شوفوا كي ولات بحال تماما بحال ديال السفنج، تتكون خفيفه. دابا راه دهنت شويه يدي بالزيت، غادي نحيد منها داك الهواء نفضو، غنديرها في المقيله باش نخليها تزيد تخمر واحد شويه ونطيبها. هانتوما هكذا خفيفه، هاهي تجمعات شتو، نجمع هادوك الجنيبات هكذا. هانتوما هاد المقله هادي دهنتها بشويه ديال الزيت، ودرت لها درت عليها الطحين ديال الذرة، حنا الطحين ديال الذرة موجود. المهم الا عندكم بحال هاد المقيله ديروها اللي كتدخل الفران، ما عندكمش اي لاطا اللي كتستعملو وسميتو، وبلاصه الطحين ديال الذرة الا ما كانش ديروه السميده صافي. وغادي نحطها في المقله هكذا هكذا هانتوما هكذا، ونبقى نكرس دابا، غادي نبقى نكرس قدت الجنيبات. صافي غادي نخليوها تخمر واحد شويه، نحطها نتي حدا هاد الصوبه ديال العواد طلع، وديك الساعه غادي نطيبها في هاد الفرن هذا.
البنات الخبيزه نتاعنا راه خمرات. هاي درتها تحت هذا الفرن هذا ديال العواد صافي راه خمرات. دابا غنديرها طيب. نحلو الفران. شوفوا هذا الفران هو اللي كنطيب فيه كلشي الصراحه والله العظيم. الا غنقول لكم هذه الصوبه ديال العواد شي حاجه اللي هي واعره. كنحمر الدجاج بطاطا. دابا غندير معكم وصفات بزاف هانتوما الفران راسنا الا كان الفران سخون بزاف نقدروا نغطيو بهادي. انا دابا ما غاديش نحتاج نغطى حيت داير شويه ديال العواد. يلا خليوه يطيب مره البنات. خصنا نبقاو نحلو الفران ونشوفوه باش ما يتحرقش. شوفوا الخبز ديالنا فين وصل. واش طاب واش مازال؟ حيت عارفه الفران ديال العواد دغيا تيلهب او بدا كيتنفخ. صافي خليه نسدو نزيدو لنا شويه ديال العواد. خليوه يطيب. طبعا البنات الخبز تاعنا راه طاب هانتوما. خليته زاد تحمر شويه راجلي هكا كيبغي محمر هانتوما. راه طايب على جوج جوايه. ها هذا هو الظهر ديالو جا محمر راجلي كيبغي يكون مقرمل. دابا شنو غادي نديرو له؟ السر في هذا الخبز الزبده البلديه. انا كان داك الموس راه واخا تشوفو هكا شويه من فوق ولكن راه بحال السفنج باش كيكون من فوق. من الداخل خاوي مع العجينه جاريه درتها خفيفة. أو نتي حركة هاديك الفوطة. باش نديرو له الزبدة. عرفتو الريحة ما نقولكمش. اللي ما عندهاش الفران ديال العواد ماشي ضروري زعما ضروري خص الفران ديال العواد. هو من الاحسن كتجي فيه واحد الريحه الخبز واعره. راكم مجربين فاش كتاكلوا الخبز ديال العربيه. وين يمكن لكم ديروا هذه الطريقه حتى في الفران ديال الضو. ديروا العجينه تكون شويه خفيفه كيجي ما نقول لكمش رائع. صافي شوفوا كيدير من هانتوما خاوي. شوف هش واعر. دابا غادي ها هو السر في هاد الزبيده هادي. هاك الماء سخون خليه يشرب. نزيدو له الزبده دوب على ديك الزبيده تجي بنين. يا سلام السنج بحال هكا كيعجبني ولكن ايه راكم عارفين ديك الزيت اللي كيبقى يشرب فاش كيتقلى. هاد الخبيز صحي وطيب على العواد والريحه ما نقولكمش. واخا تحمرت هاد البليصه ماشي مشكل راجلي كيبغي هكا يكون محمر. كنت غنخرجو قبيله قال لي خلي زيت شويه تحمر كيبغي يكون مقرمل. صافي ودابا وجدنايا تاي هنايا كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نفطروا من هاد الصبر الحق باش كتعجبني منها كنسخنوا منها كنطيبوا فيها اي حاجه. هاد النهار البنات ما كاين معكم الوصفات. من بعد ما كملت معكم ديك الطريقه ديال الخبز بغيت نصاوب. جاب لي راجلي واحد المكور كنديروه كنصاوبو هنا مرقد هنايا في تركيا كيديروه. بغيت نشارك معكم الطريقه تشوفوا كي كتجي كتجي زوينه. شوفوا على المكوره تبارك الله كبيره. المهم هنا راه غسلتها غادي نحيدو هادوك السخانين ديال ما تيكونوش مزيانين. هادو ما غاديش نستعملوهم
المخور نتاعنا يا سبحان الله العظيم الجينز نتاعو تيكون هكا، تيكون كبير. حنا عندنا في المغرب صغير ما كبيرش بحال هذا الشكل، وانت هذاك تيجي زوين يتغسل ويتقطع، راه تيجي بالطريقه نفس الطريقه تقدروا ديرو. هنا راه الحقه في تركيا راه كلشي كيفقد، راه بقى مي بنادم اللي ما قدرش كلشي كيفقد. المكور داك الشيفرول شي نهار ندير معكم الطريقه ديال الشيفرول، كيجي في الحقيقه زوين. المهم حيدو دوك البلايصات كيكونوا خايبين صافي، ونقطعو المكورة، حيدو هاد الطرف هدا. المهم البلايصة لي بانتكم مزويناش حيدوها، هاد القلب هدا توا نحيدوه تيكون قاصح. الا قالوا قاصح قاصح، وليني هاد الشيفرو عرفتو كي داير في الماكله ما نقولكمش. كانت ماما جات لعندي كنا كنديرو في الكسكسو كيجي حلو، وكنديرو حتى في الشوربه كيطيب بحال المخ، كيجي زبده. ها انتما نقطعوها قطع على نص، حقا كتنفعني هاد الصينيه هادي اللي كتشوفو، هادي ديال عبوسي مسكينه كانت عطاتها ليا وكتعاون بزاف. ها انتما نقطعو شطراف صغار، المهم شوية بينو وبين بحال هكدا، ها انتما بحال هكدا. غادي نقطع باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، غادي نقطع وغادي نعمر هاد البواده وغنقول لكم الطريقه شنو غادي ديروا معاه باش كيجي مرقد. ها انتما البنات داك الراس ديال المكور عمر لي هاد جوج بواده هادو ديال 5 متر. دابا غادي نقول لكم المقادير اللي غادي تحتاجوا باش تصاوبوا هذا المخلل ديال المكور. ها انتما هادشي اللي غادي نحتاجوا البنات. عندنا هنايا الخل نتاع العنب، كل فيديو غندير فيه كاس ديال العنبه ديال الخل. ها انتما نخبو هذا هنايا، ونزيد نخبو في الفيديو الاخر كاس ديال العنبه ديال الخل. يلا ركزوا معايا واخا كنقول هذا وكنعاودها. هنايا عندنا هذا هو السر ديال المخلل، هذه الملحه الحيه، ماشي ديك الملحه العاديه، هذه الملحه الحيه. غادي نديرو في كل بيض وغنديرو جوج معالق، هذا هو السر ديال المخللات كامل اللي كيدير في تركيا كيجيو زوينين وبنان. ها انتما المعلقه الاولى، المعلقة الثانية، بارك عاود في البيت الآخر، واحد جوج. هنايا عندي جوج غيوص ديال التومة، الراس واحد، الراس الأول غادي نديرو في هاد البيت والراس الثاني هنايا، المهم النص وصافي. هكدا هادشي اللي كنحتاجو، وغادي نعمرو دابا البيدو بالماء حتى الفم. حتى نشوفو الما طلع للفم عاد نحبسو، ماشي نديرو غير النص ولا. هانتوما البنات راه عمرت البواده بالماء، ما بغيتش نبقى نعمر الخبز، قلت جيت ربينيش عمرتهم. صافي دابا غادي نسدو عليهم مزيان ونزيرو هكدا، عاود نسد لاخر صافي. وهالطرشو نتاعنا غادي يوجد من بعد 10 أيام إن شاء الله، حلو عليه وذوقوه، شوفو كي غادي يجي، كيجي هائل، ما تشبعوش منه، وغادي تبقاو ديروه ديما.
المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وخليكم معايا راه غادي عندي باقي الجديد باقي بزاف، واني محتاجه الدعم ديالكم ان شاء الله. الا شفت القناه نتاعي غدا القدام راه عندي ما غادي نعطي ان شاء الله، ما لقيتش راه صافي غادي نحبس يمكن. يلا مع السلامه، احبكم في الله.